شرط عليك عدالته وهو وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الحسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق. ثانيا أو التعريف فيها جاء من وانك برقبة كامل تربيلين أو التعريف عدالة راوية بحالك دال عدالة راويدان قيد السيو مكان لازمية همان كاري رزيل مباحش أنجام نداد أو قيد السيوم لازمية لكاري رزيل مباح دا حالي بنسونا بو عدالة راوي لازمية بو عدالة شاهد لازمة أو إشكالي أول إشكالي دوام لتعريفك كأمن وانك إشاريكم في كرت إشكال دوامك آوا بيجرين لتعريفك شاو لتعريفك دا الكبائر جمع معرف بالفلامة وانيا صغائر خست وانيا أويش جمع مضافة جمع مضاف بولاي اسمي معرف بالفلامة هر دوكيان استغراق دا جينن وانيا هر دوكيان استغراق دا جينن بس يعني عدالة لشي منع دكات لأنجام داني كل جناها كبيرة كان عدالة لكل جناها كبيرة كان منع دكات بانيا عدالة كل جناها كبيرة كان منع دكات بس أجوابي يك جناهي كبيرة أنجام بدي عدالتك باقي نامنه شو أبو الكبائر درستا بلان بو الصغائر خست عدالة لكل جناها الصغيرة كان خست منع دكات حالي كنسونا؟ بلي هز يعني يك جناهي صغيرة خست أنجام دي دبي عدالة باقي نميني حالي كنسونا؟ زاوني أو مطلبة دويني كتم أو مطلبة كتم بو صغائر غير خستة ولكن بو صغائر خستة شحتة حالي كنسونا؟ بلي جانير إشكال لوي دا قيريد ما دام جمع مضافي هنا ودا قيريد كعدالة لكل جناها صغيرة كان خست منع دكا بس أجي يك جناهي صغيرة خست أنجام درا أو عدالة ناميني حالي بنسونا ده حالك ده وانيا حالي بنسونا من دوني جوان من نكود جناهي صغيرة خستش هل لازمنا كد كان دوري لكل وان بكري وانيا بلكو جناهي صغيرة كلن شو جناهي صغيرة خست چه گناهی صغیره غیری خیست حالی بویا چونه؟ او عبارتی شرح من هزم نوسی و دلد والعدل يتحقق بأن لم يأتي كبيرة گناهی كبيره هیچ گناهی که كبيره نکر ولم يسر على صغيرة وانه دوامی لسر گناهی صغیرش نبه چه فرق دانانه لبینی صغیره خیست و صغیره غیری خیست دا گناهی كبيره نکر هیچ گناهی که كبيره دوامشي لسر صغيرة نبين وانيا أو أصر عليها وغلب طاعته يعني دوامي لسر جناهي صغيرة هبين بلام طاعتك كان زيادة بس خلاصة تعريف عدالة أو أي لدي عدالة عادل بندو نوعيها وانيا جناهي صغيرة أنجام نداو دوامي لسر جناهي كبيرة أنجام نداو هج جناهي كبيرة دوامي لسر صغيرش نبين ين دوامي لسر صغيرة هبير بلام طاعة وعبادتك كان زيادة بيت طاعتك زيادة بيت طاعتك غلبة هبير بس عاد الله أو بس أو قسمتين لشرحك إيش داكتي والمعنى عن اقتراف كل فرد مما ذكر أوج مشكلة كذا ثانية دبير لكل فرد كي أو دوانا دوريب كذا بس سيد أنا وبلام كنت قيد السيوم كذا وعدالة راوي هل لازمني ثانيا لكل فرد كي او دوانا دبي دوري بكري بني. او اشكال اذا لكل فرد كي وان لازم ني دوري بكري لكل فرد كي جناي كبيره دبي دوري بكري ثانيا جاء عداله قيد دبي بلان بو جناي صغيره وان لازم ناك لكل جناي صغيره دوري بكري جاء عداله قيد دبي حالی بونسونا اگر دوام لسر صغیرش هبه یعنی گناهی صغیرشی زور به بلام
تعاتكي غلبيها بتعاتكي زيادة بها الباء عاد الحساب بك هل يبقى يسونا؟ أم دانك يشير إشكالي بخير من تهدف أما الصغار غير الخستتي؟ ناخا لا يكتويتي لا يكتي فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها لا يبقوا يكتي لازم ناكر وانك منعبوني إنسان لا أنجمداني كل فردك لو جناه الصغائر غير خستها باقتراف الفرد منها لا تنتفي العدالة مثلا لازم ناكر كتي منعبون لكل جناهك صغير غير خستها وانيا لكل فرد كي انسان منع بي او لازم ناكا وانيا فز يعني دكري فرد كيش انجام دار بلام عدالتك نفوتي حتى دكري زياتر ليك فرد كيش انجام دار بلام عدالتك نفوتي لأي بخوي كتويتي بلام لواني بيش دا كتي دبي انسان لكبائر ولصغائر خصت دا دبي لكل فرد كيوان دوري بكات يعني يك فردي وانج انجام دا عدالتك يعني ليش مع المقبل انا ما اصح نبي او تعرف والله جواب شرح منهج لا يوال نسيو ايدي شرح منهج وايل نسيو لا كتب ايدي كاش دار اشكال دقرن اشكال دقرن لو قسمتها او ليش دا ايدي معلومة ايدي او لا شرح منهج دا واي كتوها تحولي راجح ايشان كلي باسي لدكا حبيبي يا سونا او بو عدالتي راويشة كأما تعريف ديني نوا بو عدالتي راوي قيد السيومة لازمية كهمان دوري كردن لرزائل مباحة او بو عدالتي شاهد لازمة حبيبي يا سونا بلا جاء او جاء ما دام اما كتن عدالت لازمة عدالت شرط لراوي دا تساو دو وانكيا دو نزل هيا عدالة شرط الراوي دا محقق بوني عدالة ونيا ينظن بعدالة ظن بعدالة راويك كام يك لو دوانا ونيا أما دلين تحققي عدالة لراوي دا بلان بعضي كدك وكو أبو حنيفة دلين ظن بعدالة راويها بكافية هل يكون أول عن باسل يدكين فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور لانتفاء تحقق الشرط خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم أيا الرازي في قولهم بقبوله اكتفاء بظن حصول الشرط بس من شيخ خلافة كان بويدا قالت تحقق عدالة شرط لراوي دا يا ظن بعدالة راوي الشرطة ونيا ولا نزري ما نزري إيه موايا ك راوي كي ك عدالتي باطنية كي مجهول بيت عدالتي باطنا عدالتك مجهول بيت ظاهرا عدالتي هبيت شو عدالتي ظاهري أويا ك جناه لو إنسان ونبي استراوا عدالتي ظاهري أويا وانيا بلا عدالة باطنية أو تحقيق إيش بكرة لبارة إنسانة كذا هل يبون سونا؟ بلا أخوان مثلا فرس كان أتولى كوچه كذا إلى قل جيران كاني خود هل يبون سونا؟ ولي تحقيق نكر دولة بارة جيران كذا بلا هيج جناه كيشد نبيستو لبي أو عدالة ظاهرية هي عدالة ظاهرا بلا تحقيق إيش نكر بها ولي أجد دوا تحقيقي شتكر لباري دا وانيا ديسان هب معلوم بو كجناهي نكر دوا أو عدالتي باطني شي دا بي حالي بون سوان زا أويك عدالتك باطنا مجهول بيت نا معلوم بي كأويش همن مستور العدالة بيدالن فردي مستور العدالة قبول ناكريد بو شنخو تحقيق نكرا ولا باريدا بس تحقق شرطك كهمن عدالتان تحقق عدالة منتفية بلى هل يكون سونا؟ يعني يقين بعدالتي أو إنسانة منتفية هل يكون سونا؟ جاء خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم
أي الرازي بلي. أو قصيك مكردن كتن راوية كيكا عدالتي باطني مجهول بيت عدالة باطنية كي أو قبول ناكرين أو مخالفة لقل نزري أبو حنيفة وابن فوركو سليم رازي لشيدا في قولهم بقبوله لو ذاك أوسيانا راوي مستور العدالة قبول ذاكا وانيا بو شن بوشي قبولي ذاكا اكتفاء بظن حصول الشرط أو اكتفاء ذاكا بويك الظن هيا بحاصل بوني شرطك كهما العدالة دلن الظن بحاصل بوني عدالة هيا لباطن جدا وانيا الظن هيا بويك عدالة أو إنسان عدالتها بين لباتي نجدا باشا شون ظن بيدا ده بي كتو يانا آخر أوني للظاهر دا عدالتها يا ما دام للظاهر دا عدالتها يا وانيا ظن بيدا ده بي بويك لباتي نجدا عدالتها بيت فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن وانيا ظن بيدا ده بي لوراك عدالتها للظاهر دا ظن بيدا ده بي بويك لباتي نجدا عدالتها بي ونيا او نظري خومانو نظري ابو حنيفه واوانش حاليبون سونا تشاو بس لغي ابن كتهي بلان تشاو قولي مختار مصنفتي او كراوي مستور العداله لرواية دا قبول لاكري ونيا قبول لاكري لرواية دا بلام لا وانك لثبوت هلال رمضان دام وانيا لا شاهد بوني عقد نكاح دام لا شاهد بوني هلال رمضان دام لا شاهد بوني عقد نكاح دام راوي مستور العدالة إيش قبول ذكري هل يكون سونا راوي كيكا عدالة باطنية كي مستورة نا معلومة حالی گون سونا؟ دی باشا پس اگر بید لبابی روایت دا زیادر سختیان گرتوا حالی گون سونا؟ چاو پس اگر بید او قصه ای که پیش کتن کتن باب الشهادتی اضیقو وانی کتن بابی شهادت دایره ای که محدود تری هی بابی شهادت سخت گیری زیادری تی دایر پس دیار او قصه ای بصورة مطلق درسنية بل إلا بعض الجهات يكوى باب شهادة سخط قيري زيادري تدايا يعني لو جاءتوا كشاهد دبي لأغلب جي كان دا دبي بياو بي دبي آزاد بيت حر بي وانيا زكريش بيت حاليبون سونا بل إلا بعض الجهات يكي شوى وكوليرا باب رواية سخط قيري زيادري تدايا وانيا الان لنا باب الرواية سخط قيري زياتري تدايا راوي مستور العدالة قبول ناكرين لباب الرواية تدا بلام لباب الشهادة تدا شاهد مستور العدالة اش قبول ذكري حتى لمذهب الشافعي دا وانيا حاليبو يسونا وقال إمام الحرمين يوقف عن القبول والرد إمام الحرمين كتويتي توقف ذكري لويك أو راوية مستور العدالة قبول بكري يا رد بكري توا تاكنج توقف ذكري إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه تا وقتيك حالي أو راوية روند بيتوا بسبب تحقيق كردن لباري ويدا شمكتن راوي مستور العدالة أو كتحقيق نكرة لباري ويدا تا أو وقتي تحقيق ذكري لباري ويدا معلوم دبيت كآية باطنانش عدالتي هي أن دبيت توقف بكريت لويك راويك قبول بكري يا رد بكريت هوا حالي بون سونا؟ دي باشا تا أو وقتي تحقيق دكري لباري ويدا توقف دكين وانيا باشا أدي لبيش أويك لبيش تحقيق كردن أو مثلا لبيش تحقيق كردن دا تكليفي ماتيا إيش ده تحقيق ما نكرده؟ تكليف ما نسيا. كنت توقف ذكره. بلام هذا ما دشي نكتوا. حالي بون سوينا. إيش ده إدامة سكينة توقف كنت يتي توقف ذكره.
هالي بون شو أنا مثلاً فرس كأوراويان حرمتي لباري فعلك دا نقل كردوها راوي حرمتي فعلك نقل كردوها أما التوقف دكين لويك راويك قبول بكين يا ردي بكينوا نقبول دكين نردي دكينوا بلان كتويتي واجبيش الدوري لو فعلية بكريت لبر احتياط يعني أما نالين حكمك السابد بها بقسيوي توقف دكين بلان احتياطا واجبك الدوري لا فعلكش بكريت أو فعليك أو حرمتي نقل كردو لباري ويدا ويجب الانكفاف أو إدامي قصي إمام الحرمين ويجب الانكفاف عما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحريم فيه إلى الظهور لحاله احتياطا واجب دوري بكرت لو فعليك حلال بونكي ببراءة أسلي ثابتة فعليك كبناء ببراءة أسلي حلالا غنيا أخا أنا لأصلا لأصل دايدي لأصل دا همو فعليك حلالا هو إنسان ما قرويك الشرع حرامي بكات بناء ببراءة أسلي فعلك كحلال بونكي ثابت بوا بناء ببراءة أسلي بناء بأسل ونيا واجب الدوري لبكريت زمانك كا أو راوية مستور العدالة تحريمي نقل بكات لباري فعلك دا دبي دوري بكري واجب دوري بكري لفعلك تا كنجي تا وقتيك حال راويك معلوم دبي ورون دبي توا باش بو خو مكتن راويك نرد ذكريته ولا قبول ايش ذكرين اديبو اما واجب دوري بكين لفعلك ايش كتيتي بابا نكله برويك اما راويك قبول كربيت وانيا وقسي راويك قبول كربيت احتياطنا او لا بر احتياطك حالی بون سونا جالب تا لینه یک شته یا بانیا دوری کردن لفعلک واجبا بانیا اگر حرمتی فعلک نقل بکات بانیا ادی اگر کراهتی فعلک نقل بکات أوقت دوري كردن لفعلك سنة وانيا أجا أو مكروه بوني فعلك نقلبك دوري كردن لفعلي مكروه سنة يدي حالي بون سنة شاب حالتك كان يدي كشي هيا أجر حرمتي فعلك نقلبك أو أخت دوري كردن لفعلك واجبة وانيا أجر مكروه بوني فعلك نقلبك أو أخت دوري كردن لفعلك سنة وانيا أجل وجوب فعلك نقل بكات وانيا وجوب فعلك نقل بكات أو أختي دوري كدن لفعلك حرامة وانيا أجل مندوبوني فعلك نقل كربين أو أختي دوري كدن لفعلك مكروها وانيا شون تركي مندوبي مكروه هيدي أجل مندوبيتي فعلك نقل كربين أصدار فعلك مندوبة أو أختي دوري كدن لفعلك مكروه دبيت حالي بو يتونا بس أو حالتك أن دي كشي هي يك حالتي بتو أو جا بلام يكشت هيا أو قصي إمام الحرمين ها أما أخوانك كما درزنية أو قصي ك دوري كدن لفعلك واجب وقتك حرمتي فعلك نقل كربي أو راوية إمام الحرمين دل دوري كدن لفعلك واجب لبيت بلا مصنف هاتو إشكالي قرتوا مصنف هاتوا اعتراضي قرتوا لو قصي إمام الحرمين كتو يتباب مقام قاعده كنية كيقين بوسيلة الشك لا ناسيت دماشا حلال بوني فعلك ك بناء بأسل ثابتة أو يقينية بلام أوك راويك حرمتي فعلك نقل دكات خو راويك لواني مردود به واني بس أجوابك شك هيا لباري حرمتي فعلك دا خو تناتواني بوسيلي شك يقينك إلى ببي ها
حالي بيوتونا بس قصك اعتراضك شي زور بزيدي مصنف واعترض ذلك المصنف مع قول الأبياري بالموحدة ثم التحتانية في شرح البرهاني إنه مجمع عليه بأن اليقين لا يرفع بالشك أو بأن تعلق ما شي ودرستي تعلق درستي با اعترض المصنف بشي اعتراضي قلتو مصنف بوا كيقين بواسطة الشك لا نابردري هذي بنتونا مصنف اعتراضي لشي قلتو اعترض ذلك المصنف اعتراضي لو قصي إمام الحرمين قلتو ككتي يجب الانكفاف إذا روى التحريم بلى إذا روى التحريم فيه مصنف اعتراضي لو قصي إمام الحرمين قلتو جاء قصي إمام الحرمين كسي شهي بيج قال إمام الحرمين بدر استدانا بين أبيش دلالي والله دقل أويكا أو قصي إمام الحرمين كمصنف اعتراضي لدقري العام دقل أويكا كسي ديش هي أو قصي إمام الحرمين كتبير حتى أبياري لشرح كتابي برهان دا كتابي إمام الحرمين لشرح كتابي البرهان دا أبياري كتويتي أو وجوب انكفافا شتيكي مجمع عليه إجماعي لسنا هل يقول سنة بلام حتى ادعاء إجماع ذكا يدين بلام مصنف بشي اعترازي لدقلين بوكا بأن اليقين لا يرفع بالشك فشاو إنه مجمع عليه مقول قول أبياريا إنه أبياري دلد ولا أو وجوب انكفافا واجبوني انكفاف أو مجمع عليه بلا مصنف اعتراض ذكر لقص إمام الحرمين بشي بوك دل بابا خو يقين بواسل الشك لا نتيد تحالك إذا حلال بوني فعلك بنا بأصل يقينية ونيا تحالك إذا حرمتي فعلك كراويك مستور العدالة نقل دكا أو اشتكي مشكوكا خو يقينش بواسل الشك لا نتيد يعني تي يقين بواسطة الشك لا نابردري يعني فالحل الثابت بالأصلي لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه يعني أو حلال بوني فعلك بأصل ثابتة ببراءة أصلي ثابتة أو يقين فيها بواسطة تحريمك كان شك هي لباري ودا لا نابردري كما لا يرفع اليقين أي استصحابه بالشك هل وكشون يقين بواسطة الشك لا نابردري وأني يقين لا نابردري يعني يقين يعني سي يعني باقي هش نوي يقين بواسطة الشك لا نابردري وأني ليش أو حلال بونه بتحريمك لا نابردري شو تشبيه تشبيه منزولة بس يقين بواسطة الشك لا ناسير يعني ليرة حلال بوني فعلك بواسطة تحريم فعلك كمشكوك فيه لا ناسد هل وكتون يقين بواسطة الشك لا ناسد وانيا بس أجواب ليرة حلال بونو تحريمك تشبيه دكات بيقين وبشك لتشي دا أو دوانا تشبيه دكا بيقين وبشك بجامع الثبوت بسبب علتك جامعة كهمان ثابت بونا هل يبون سونا البتة حلال بوني فعلك تشبيه ذكاء بتي بيقين حلال بوني فعلك بنا ببراءة أسلي أو تشبيه ذكاء بيقين لشي دا لوصفك جامع دا وانيا كهما ثابت بونا هل وكوشون يقين شتيكي ثابتا حلال بوني فعلكش بنا بسبب أصل شتيكي ثابتا وانيا شتيكي ثابتا شك ما تيدانية حلال بوني فعلك بسبب أصل يعني بسبب براءة أصلي شتيكي ثابت يعني شك ما تيدانية هل وكتون يقين شتيكي ثابتة هل يكون سونا أو كسيكي ك عدالتك مجهول بيت باطنا هذه كسيكي ك عدالتك ظاهرا وباطنا مجهول به او جاباسي يبقين يعني حتى عدالتي الظاهريه كشي معلوم نيه هل يبون سونا
أما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود إجماعا وأنا كسيكي كا راويكي كظاهرا وباطنا عدالتكي مجهول بيت أو راوية ما بإجماع مردودا هل يقول سونا جالبة أو ادعاء إجماعية كمصنف كردويتي إشكالي في ذلك هل يقول سونا ادعاء إجماعك راستا مردودا بناء قصي جمهور راوية كيكا ظاهرا وباطنا مجهول بيت أو مردودا بناء قصي جمهور بلام إجماعي لسرنية هل يقول سونا بو چون هم ابن الصلاح لا كتاب علم الحديث كي خويدا هم إمام نوويش وانيا لا كتاب تقريب دا هم حافظ إراقيش لا كتاب ألفية دا كلا حديث دا هر سيكان كتوانا لكن جمهور راوية كمردودا وقتك دون لكن جمهور راوية كمردودا فس ديارا اختلافي تدايا مسألة كام مردود بوني راوية كديارا اختلافي تدايا جماعتك كم راويك بمردود نازل هل يقول سونا فسوى إجماعي لسرنية راويك مردود بيت بلكو أو نزلي جمهورا هل يقول سونا بنا بنزلي جمهور وإجماعي لسرنية هل يقول سونا باشا بو راويك مردودا حتى بناء بنزلي حنفية كانشا بو راوية كمردودا لانتفاء شنكو حتى ليرا الظن بعدالة راوية كجنية لانتفاء تحقق العدالة وظنها شن هم يقين بعدالة راوية كنية عدالة يعني تحقق عدالة جنية لراوية كدا الظن بعدالة جنية لراوية كدا شن حتى ظاهرة كشي مجهولة هل يقول سونا؟ شو أول تائر باسي شمان كرت؟ باسي مجهول الحال كرت بلى وانيا؟ يعني باسي وان كنيوي راوية كمعلومة بلى بلى مجهول الحالة حالة كي مجهولة أي عدالتي هي يانيتي بلى أوسر أو جار باسي ويدكين كمجهول العين بيت بلى حتى ذاتي راوية كش مجهول بيت بلى وانيا مثلا نيوكي نكترا به وكذا مجهول العين وانيا هل بوجوده راويكي كمجهول العين بيت اويش هل مردودا هل يقول سونا هل تأجل كسكي كمجهول العين بيت مجهول الحال شايدي شون اصلا ذاتي راويكا معلوم نيشي تابزان عدالتي هي يانيتي هل يقول سونا مثلا شون راويك مجهول العين بيت وانا جاء حديث نقل كابوما كأن يقال فيه عن رجلين مثلا لباري راويك دا بكترت عن رجل يعني لا بياوك نقل كلاو دباش الزاتي بياوك اخو معلوم نابيك كيا فاز معلوم نابي راويك زعيفة ينسقيا جاء راوي مجهول العين كذا يعني مردود إجماعا أبيش بإجماع مردودة بو بإجماع مردودة لانضمام جهالة العين إلى جهالة الحال شنكو ليرا مجهول بوني ذات راويك وأن إزافة دبيت با مجهول بوني حال راويك هم حالي هم عدالة راويك مجهول دبيت هم ذات راويك مجهول دبيت وأن كابا دل زباشا مادام او وانك دوامية دقل اوي بيشي حكم كان يكا مجهول العينش هر مردودي اجماعنا هر اجماعا مردودا وكو اوي بيشي وكو كسيكي كان ظاهرا وباطنا مجهول بيت وانيا مجهول العينش هر إجماعا مردودا باشا أديبو بوسيلة كذا جداي كردونة وليك وانيا أبيش دلي وإنما أفرده عما قبله ليبني عليه قوله فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة بويا مصنف راوي مجهول العين لما قبلك يخوي جدا كردوا كهما
مجهول العين لما قبل كي خوي جداك دوا كمجهول الحالة بوتي والله بويك قولي بعدي خوي بناب كان لسر راوي مجهول العين شون قولي بعدي لباري راوي مجهول العين دايا حالي بنسونا كقولي بعدي مصنفي تيا قولي بعدي كي أويا كدلت أما كتن مجهول العين بإجماع مردودا أما أول كت بل فإن وصفه نحو الشافعي من أئمة الحديث الراوي عنه بالثقة ونيا فالوجه قبوله وعليه إمام الحرمين خلافا للسيرفي والخطيب ونيا راوي مجهول العين كتن مردودا إجماعي شي لسلا بلام أجل كسر وكو إمام شافعي وأن إمامك جورا وكو إمام شافعي كلا إمام كان حديثا و حديثش نقل بكات لو مجهول العينيا وأن حديثي اللي نقل بكات جاء راوي متصف بكات بس قبول وصف داري بكات بس قبول وأن مثلا شون كقول الشافعي كثيرا أخبرني الثقة وكذلك مالك قليلا وكو مثلا شون زور جالان إمام الشافعي دلت أخبرني الثقة وانيا مثلا لا إثبات حكمك ديني دا دل أخبرني الثقة دل السقيك خبري دا وبمن حالي بون شونا شو بسيقني ويدبات حالي بون شونا يان إمام مالكش هلوالا بلام إمام مالك كم جاراً وادلا بعض وقتك وادلا دلا أخبرني الثقة جاء لو حالتي دا هش الراوية كمجهول العين وأني بلام أجا إمامك وكو إمام شافعي وصف دارب كاب ثقة فالوجه قبوله أوقتي قولي موجه أوي كراوية كقبول بكريت هش المجهول العين جاء عليه إمام الحرمين إمام الحرمين لسر أو نزر رشتوا هل لسر أو نزريا بوشي قولي موجه أو كراوية مجهول العين كقبول بكري لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك وانيا شنكو أو كسيك مجهول العين ك وصفدار دكات لإمام كان حديثا و هج وقت قراوية مجهول العين ك وصفدار ناك بس قبول مقر أويك تحقيق كربيلا لباريدا لواقع جدارا ويكواب سيقبل وانا مخصوصا زمانك امام الشافعي اخبرني الثقة دلت وانا كديت بوسيلي نقل حديثك لو راوية ديت حكمك ديني اثبات دكات حكمك ديني دادنت معلومة حتما تحقيقي لازمي كردو لباريدا حالي بون سونا وإلا شون هلوالا ديت راوية كبس قداد نيتو حديثك لين نقل دكاتو حكمك ديني بوسيلة حديثك يويداد نيت حالي بون سونا جالبة أوقسي كأما كردن خلافا للصيرفي والخطيب البغدادي مخالفة لقل نزلي الصيرفي خطيب بغدادي لكي لا مخالفة لقل نزلي وان في قولهما لا يقبل لوداك أو دوانكتو يانا ولا راوي مجهول العين كقبول ناكرب وقبول ناكرب لجواز أن يكون قلت أنا قبول ناكرب حتى أقل إمام جوكو إمام شافعي با سيقني الببات مجهول العين قبول ناكرب وقبول ناكرب لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف قلت أنا شن إمكانها لباري أو راوي مجهول العين يدا جارحك هبه سبب جرحك هبد ك إمام واصفك اطلاع فيدانك البيبسر أو سبب جرح يدا وانيا لو أنا اطلاع فيدانك البيبسر أو سبب جرح يدا كي اطلاع فيدانك البيب وانيا أو إمامي كراوية كي وصف دار كردو بسي قرن لو أنا سبب جرح كي نزاني بي وانيا بلام أما جواب مانشيا وأجيبا ببعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي أو مالك محتجا به على حكم في دين الله تعالى أما بوي جواب دينوا
دارن بابا او احتمالك اتوديلي احتمالك بعيد او دولا جدا احتمالك زور دولا وانيا بو والله دارن احتمالك زور بعيد او دولا لحالك داك او كسي راوية راوية كي وصف دار كردو بس قبون كسيق وكو إمام شافعي يا إمام مالك بل كأوانا لا إمام قولكاني حديثا جا مخصوصا أو إماميك راوية كي وصف دار كردو بس قبون بحجة بين التواب وسيلي حديثي أو راوية حجة بين التواب لسر داناني حكمك لديني خداي دا حالي من سونا معلومة هلوالا ببي تحقيق راويكي بس قدانا ناوا حالي من سونا أدي أوجر مثلا إمام شافعي بس قني ونبات وانيا بلكو وصف داري بكاد بويكا بلا أمن متهمين أكن، وأني بلا أخبرني من لا أتهمه، وأني خبري بيداوم كسكي كأمن متهمين أكن، حاليهم سنة أدي أول وقت سنة أول وقت جراوية كقبل ذكري مصنف دفمي وإن قال نحو الشافعي في وصفه لا أتهمه، وأني فكذلك يقبل، أجر إمام وكو إمام الشافعي لا وصف ذلك الدنيا راوية مجهول العين كذا بلا أمن اتهامي لنادا متهمين كم وانيا مثلا شون كقول الشافعي أخبرني من لا أتهمه وكتون إمام الشافعي بعض وقتك دلت خبري بيداوم كسكي كأمن متهمين كم وانيا أوفى كذلك يقبل ديسا راوية مجهول العين كقبول ذكري وكو مسألة كيف يشين وانيا ديسان كي مخالف لو باريدا سيرفي بعض كيديك وخالف فيه السيرفي وغيره لمثل ما تقدم ديسان لو مسألة يجدى سيرفي غير السيرفي مخالفة عن كردوان لبر عيني أو لبر عيني أو دليليك لبيشهات وانيا لبر مثلي أو دليليك لبيشهات أوش أوبو لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف وأجيب ببعد ذلك جدا أو جوابك حالي من سونا حالي من سونا شو أخا نزلي مختار مصنفي أويا بلام سيرة في وغير سيرة في دسا مخالفتي أنكردوا وانيام بلام بنابا قولي مختاري مصنفي كراوية كقبول ذكرين وانيا فس أجوابت هل خدي أو عبارتك إمام شافعي لباري راوية كدافتويتي أو توسيق راوية كيا تعديل راوية كيا يعني بسيق دانان راوية كيا فيكون هذا اللفظ توثيقا فس خدي أو لفظيا كإمام شافعي ديلي لباري راوية كدا أجل قرار براوية كقبول بكين خدي أو عبارتك إمام شافعي كتويتي أو عبارة بسيق دانان راوية كدقينت وانيا أدي الزهبي شدالي وقال الذهبي ليس توثيقا إمام الزهبي كتويتي ولا أو بسيق دانان راوية كنيا وانيا أو لفزيا لا أتهمه يعني من متهمين أكم متهمين أكم بلان بسيقشي نازل حالي من سؤالا؟ ماني قلت والله كتويتي أو بسيق دانان راوية كنيا بلكو رفع اتهام لراوية فقط وانيا وإنما هو نفي للاتهام بلكو أولى زي فقط رفع كردني اتهام لراوية ك حالي من سؤالا؟ الزهبي وعد الله بلام أما بشي جواب دينوا بوا جواب دينوا دالين بابا نوالله أو عبارتاك إمام شافعي ديليت أسلم بس قدانان راوية كشا بچ دليلي بدليل أويك وانيا أو راويك دلي أمن متهمين أكم ديت بوسيلي نقل حديث لو راوية حكمك إثبات دكات
وانيا قصد يالا بو عبارتي ديهويت سيقابوني راوية كنشان بدا حاليبون سونا مقصوديوي لا عبارتك فقد اوانيا بلا من متهميناكم حاليبون سونا چون دوايا ديت حديث لراوية نقل دكاتو حكمكي شرعي إثبات دكا بوسيلة حديثي أو راوية حالي بون سونا وأجيب بأن ذلك إذا وقع من مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله تعالى كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وإن كان دونه في الرتبة أمش بوجواب دينوا جواب قصي الزهبي وآنا دينوا دلين بابا أو لب زيا وقتكي كان لكسق وكو إمام شافعي صادر ببيت وانيا لباري راوي كدا بلا أمن بلا لا أتهمه متهميناكم دوايا بيت حجت بين بوسيلة حديثي أو راوية لسر ثابت كدني حكمك لديني خدايدا وانيا هو بس ديار مرادي ديار مرادي أو إمامي ب عبارتي لا أتهمه وأني مرادي ويبا بولا بزيا همان شتيكك مرادي ويا لا وصف دار كردني راويك با نيوي سيقا حالي بون سونا ديالا لا وصف دار كردني راويك با نيوي سيقا شم مراديكي هيا مرادي وي لو لبزيش هر أويا وأني وإن كان دونه في الرتبة هرشن أو لبزيا لا نيوي سيقا خوارتر لا لا لما ارتبى سيقابون ده حالي بون سولا ديار اويك مستقيما بسيقاني ويدبر اتميناني بسيقابوني ويزياد ده حالي بون سولا بلام اوش هم ديار او لفزيش هم سيقابوني راوية كده جينت لا نزري امام كده بو چون اگر بو لفزيان راوية كي بسيقا معرفين كربيل چون دو اديت بوسيلي حديثي بواسطة حديثي أو متعلق بوراوية حكمك إثبات ذكاء. حالي بون سونا. نصور باش. أو خلاص. أو جار يج مطلب دي كما هو. بيج أويك أما بيج أويك مستنير بحثي كي تقريبا بالصفحي دست بيبكات حالي بون سونام او بحث بالصفحي لباري چه دايا بحثي كي حفده هجده صفحي في موايا وانيا لباري قناه كاني كبيرة دايا اري والله تقريبا بحثي كي بالصفحي لباري قناه كاني كبيرة دايا حالي بون سونام تعريفي قناه كبيرتيا و چند دانه لگناه کبیره کانیش باز دکات. ونیام چون اما کتن کسی که عادل بید دبی هیچ گناهی کبیره انجام نده بی. هیچ گناهی کبیره دبی انجام نده. حالی بیاد سونا. بله من پیش اوی که بحثی دست بیار کرد یک نکته ما و همیش اویا اما کتن کسی که گناه انجام داد عدالت کی نامینه. بله. ونیام باشه کسی که لروی جهل و گناه انجام داد لروی جهل و مثلا تازه بوده مسلمان نزانت زنا حرامه چه زناک ونیا او عدالت کی لبین دتین ونیا مثلا تازه بوده مسلمان معذور ایدی ونیا یا مثلا ل شاركي دور لعلماء قول أبوها شاركي كعلماء أواني لين أبو لو نزيكي أنا هل يقول سونا؟ أوش دلي والله كسيكي كا بسبب جهل قناهك أنجام داد إقدام بقناه بكا وانيا قناهك چه بدليل ظني ثابت بقناها چه بدليل قطعي ثابت بقناها وانيا أوهر أو راوي عدالتكي لبين ناتيته قبول ذكره راويك قبول ذلك ويقبل من أقدم جاهلا على فعل مفسق مظنون كشرب النبيذ أو مقطوع كشرب الخمر في الأصحي
مربوطة بيقبلوا أو جورة راوية قبول ذكره لقولي الصحدة وأني شراويك ولا أو راويك إقدام بكات وأني لحالك إذا كان جاهل به ومعذور به وتفقد جاهلش بها نها وأني بويا عبارة قاضي زكريا للنب الأصول إذا جوانا دلين معذورا بجهله وأني معذور به لجهلك يخويدا وكو مثلا تازان ببيت مسلمان جاو حكم إسلامي نزاني بيت يان لشاركي دور لعلماء قوربو بيت حالي منتونا كسيش حكمكي بينا كد بيت كسيكي كإقدام بفعلك كان لحالك إذا كجاهل معذور بيت شاو شربينيش نسيتي جاهلا أي جهلا يعذر به بأن قرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء لحاشي آخر ده شابيني نسيب هل يقولون كسيكي كإقدام بقناهي كيبكات بلام جاهل به ومعذور به لجهلك يخوشي ده إقدام بكات بشي بفعلك حرام كأو فعل حراميا إنسانك بقرني بفاسق لعدالة خارجي بكات بقرني بفاسق جاء في عليك مفسقة إنسانك دقرن بفاسق مظنون وانيا ظنها بجناهبوني أو فعل حرامية رويك بدليل ظني جناهبونك يسابد بوا وكو مثلا خوارنوي نبيس هل يقول سونا؟ بلا ين أو فعليك مفسقة وأني جناه بونكي حرام بونكي مقطوع به بيد يعني بدليل قطعي ثابت كرابيد وكو حرام بوني شرب خمر بلا وأني الآن شرب خمر بدليل قطعي حرام بونكي ثابتة بلا شرب نبيس وأني حرام بونكي بدليل ظني ثابتة حرام بونكي بقياس ثابتة دي قياس نبيزي بوسر خمري كراوة لحالك داوة دليلك ظنية بو جاخو هر دوك اسكالين تي دايا شاهد دي لك اللي بانيا بلام اما دلين دي سانيش حرام بوني نبشتكي ظنية بلخم كبقياسك سابي دكري بو شن لوانيا اسكاركي كلا خمر دابت فقد او سببي حرمت به شاهد خدا اوي ارادة كربيت وانيا او اختي اسكاركي كلا نبيز دايا سبب حرمت نبي ملخنا او شاهد هي ديو احتمالها هي حالي من سنة ملخنا جا كيف اخوتي او كسيك جاهل بوا ومعذور بوا لجهلك يا اخوي دا اقدام بوفي على جناه يا دكات وانيا او راوي كهر قبول ذكري لعدالة خارج نابر كيف اخوتي جناهك بمباح زاني بير يان اصلا هج اعتقادك نبو به وانيا سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا كيف اخوتي اعتقادي با نيزاني وكارك بناها برعكس ويزاني بيت كمباحة أو كاريا ين حتى اعتقادي با مباح بونكش نبو به يعني اعتقادي مربوط بهج لا نبو اعتقادي مربوط بهج لا نبو به هل ذهني خالي بو بيدي وانيا فكري نكر بيته ولو يك كاركا حلالا ين مباح خزور زارا وايدي مثلا زور زارا هروا كاركا اذا كان والله مثلا فكر لو يناك تو كحرام يا حلالا هل يكون سؤالا لعذره بالجهل بوشي او راوي قبل ذكري ولا عداله خارج نابل شنكو عذري هي بسبب جاهل بوني خوي عذري هي دي شاوا ليرش إشارة بوينكا إذيكا جاهل معزول منزولا وانيا فس أما قولي أصح أويك راويك قبول ذكري وقتك ضل قولي أصح أويا يعني ديالا قوليك الزعيف لمقابل داها قوليك مرجوح قول مرجوحك أويا وقيل لا يقبل قوليك زعيف هيك ضل راويك قبول ذكري بو لارتكاب المفسق وإن اعتقد الإباحة شنكو عملك مفسق أنجام دوا فعلك كان مفسق إنسانك يعني إنسانك دقرين بفاسق
عملي كوا مرتكب بوا هرشن اعتقادي با مباحبوني فعلكش بوبيت بلي. اعتقادي بوبي با مباحبوني فعلكش حالي بنتونا كالبتا وغلطة يدي خو قرار نية هم كسيك فعلك مفسق انجام دات او حتما بقرب فاسق فعلك مفسقة فعلك مفسقي إنسان يعني إنسان دقلان بفاسق بلام أجر عالما وعامدا فعلك أنجام ذات عالما وعامدا حالي بيتنا عالمانا وعامدانا فعلك أنجام ذات وإلا خو فعلك لها محالة كده مفسقي إنسان لها محالة كده إنسان ناقرن بفاسق حالي بيتنا أو قيلي أول قيلي دوامش قيلي كيديكشن هيا وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع قولي كي ضعيف دوامش هيا قيلي كي دوام كدلت أو راوية كجناهي أنجام داوا جاهلا جناهي أنجام داوا لجناهي كيداكا بدليل الظني ثابت بيت أقاو جناهي أنجام دا بها قبول ذكري بلام لجناهي كيداكا بدليل قطعي گناه بونه که ثابتا اگه اوی انجام ده بید قبول نکره پس فرق دادنه دیل بین گناه مزنون و گناه مقتوع ده بلا ما دلیم بابا چه فرقی که هیا؟ بله وانی ها؟ چه فرقی که هیا؟ هر گناه مقتوع کش جاهلن انجامی ده و نیزانی و گناه مزنون کش هر نازانی و انجامی ده خو فرقی نیا حالی بوی چونه؟ بله بلا او قیل دوما و دلید وانيا اوش قيل دوامك قولي ضعيف اول دوام حالي بيسونا كهدو كان لمقابل قول الصح كذا جاء فس امكتن يقبل من اقدم جاهلا كسيكيك جاهلا بناه انجام دا ادي كسيكيك عالما بناهك انجام دا والله معلومة ادي اما المقدم على المفسق عالما بحرمته فلا يقبل قطعا وانيا قطعا قبول اكله كسيكي كاقدام با فعل مفسق كبكار دوايا علمي هبد بحرام بوني فعل كشتا وقطعا قبول اكله يعني اتفاقي لسلام حالي بيت سنة خلاص رحمة الله عليه وسلم